حملة توعية من خلال توزيع خط البروشرات التوعوية للخط الساخن وحث عن خطر آفة المخدرات للزائرين. وهناك شق آخر اللي هو مهم جدا الصراحة نعتبره، تشجير ضمن محافظة ديالى بالتعاون مع فريق ديالى التطوعي. هذا الهدف من عندها زرع شتلات، هذه الشتلات ستكون إن شاء الله في الموسم القادم لاستغلال الزائرين فيها ضمن مشروع الديالى التطوعي. يهدف هذا الفريق إلى توعية المجتمع على التشجير وأهمية زيادة المساحات الخضراء. ضمنت المبادرة توزيع مجموعة من الأشجار، كذلك توزيع بروشور ومقابلات توعية للمارة من الزائرين والعامة. استثمرنا هذه المناسبة الدينية على اعتبار أنه رسالة سيد الشهداء هي رسالة إصلاح لكل شيء، فحابين احنا كمهتمين بالجانب البيئي والمساحات الخضراء انه نصلح ما افسده الدهر من هذه الفترات المنصرمه بالتصحر وتجريف بعض المساحات الخضراء. نامل انه نشيع ثقافه التشجير والزراعه للمجتمع بشكل عام، وان يتعاون ويانا المجتمع كذلك الجانب الحكومي من دعم بشتلات و آليات وتبني حملات وطنية أوسع. احنا عندنا حملة كبرى نطلقها إن شاء الله يوم 1/10. الأشجار اللي نحث على زراعتها هي شجرة الألبيزيا اللبخ، هذه الشجرة متحملة للظروف المناخية وارتفاع درجة الحرارة. احنا ندعو الجميع للانضمام للفريق باعتباره فريق تطوعي وعمل تطوعي للمصلحة العامة، ومن هذا المنبر نطالب الحكومة العراقية بدعم هيش مبادرات والتركيز على أهمية الأشجار.